عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايب قلبي، طلاب سنة أولى ابتدائي، ويلكم باك. كل سنة وأنتم طيبين بمناسبة شهر رمضان الكريم. النهاردة إن شاء الله فيديو خفيف جدا. هنخلص النهاردة يونت 8، الوحدة الثامنة من منهج كونكت بلس 1. هناخد قطعتين خفاف جدا على السبورة، وبعد كده هناخد كام جملة، وبعد كده ننتقل لجزء الكتاب نقرأ الكلمات ونكون خلصنا الفيديو، بس شغلنا لسه مخلصش. هننتقل إلى جروب التليجرام، وفي جروب التليجرام هنزل لك الواجب، والواجب ده انت بتحله وبتبعته لي تاني وانا بصححه لك بنفسي. جروب التليجرام ده جروب مجاني تماما. لو عاوز تنضم ليه وتشرفنا فهتلاقي اللينك بتاعه في صندوق الوصف اسفل الفيديو. هطلب منك طلب كمان صغير جدا، لو دي اول مرة تشوف قناة مستر انجليزي صدقني القناة دي هتفيدك جدا، وهينزل لك عليها شرح الانجليزي لكل الصفوف. علشان كده ياريت تشترك في القناة وتفعل جرس التنبيهات على الكل علشان تتابع كل جديد بنقدمه ليك. ودلوقتي تعال نبص على السبورة ونقرأ القطعتين دول مع بعض. لو السبورة مش واضحة ياريت تكبر الفيديو وتعلي الجودة علشان تشوف السبورة بوضوح. ودلوقتي تعال نقرأ مع بعض الكلام اللي على السبورة. بص يا سيدي، لما تيجي تقول اسمك بالانجليزي بتقول my name is، وتقول اسمك زي مثلا رامي قال my name is رامي، اسمي رامي، ودينا قالت my name is دينا، اسمي دينا. فانت برضو علشان تقول اسمك بتقول my name is وتقول اسمك. انا اسمي مصطفى، لما اجي اقول اسمي هقول my name is مصطفى. بعد كده تعالى بقى لرامي، فرامي بيقول my name is رامي، اسمي رامي. وبعد كده رامي بيقول وظيفته فقال I am a chef. I am a chef. I am a chef. يعني أنا طباخ. طبعا احنا خدنا verb to be قبل كده وقلنا إن I بتاخد am، وam يعني يكون، I am أنا أكون. طيب دي لو هي كانت هتبقى he is و she is و it is. كنا اتكلمنا على verb to be في حلقة فاتت، واتكلمنا على الفرق بين am و is و are، وقلنا كمان إن are بتيجي مع you we و they واي اسم جمع. المهم ان هنا طالما قال اي انا يبقى هيقول اي ام، مفيش اي از، مفيش اي ار. اي ام انا اكون الشيف، وخدنا الشيف وقلنا الشيف يعني طباخ. اي ام الشيف، انا طباخ. بعد كده يا سيدي بقى رامي بيقول اي ورك، اي ورك انا اعمل. اي ورك ان ا كيتشن، في مطبخ. اي ورك ان ا كيتشن، اي انا ورك انا اعمل ان في الكيتشن، في مطبخ. طبعا هو رامي طباخ اكيد هيشتغل او مكان الشغل بتاعه في مطبخ. I work in a kitchen. طيب انا وانت كده بيني وبينك لما نيجي نتكلم على رامي هنقول ايه؟ هنقول هي. طبعا مش هنتكلم على رامي ونقول اي انا، هنقول هي هو. طيب لما نقول هي مش هنقول ام، هنقول هفكر كده he is a chef. He is a chef. هو يكون طباخ. وبعد كده ما نيجي نتكلم عليه برضو انا وانت كده ونقول هي هو، هنا بقى مش هنقول work. افتكر المضارع البسيط اصحاب الاس هي وشي وات، واي اسم مفرد بنضيف للفعل اس لما يجي مع هي وشي وات واي اسم مفرد. فالفعل work لما يجي مع هي هنقول هي works، هي works in a kitchen. انا وانت قاعدين مع بعض بنتكلم، فبقول لك تخيل ده طباخ وبيشتغل في مطبخ. He works in a kitchen. هو يعمل في مطبخ. المهم نرجع بقى لرامي. رامي قال اسمه My name is رامي، وقال وظيفته I am a chef، وقال بيشتغل فين I work in a kitchen، أنا أعمل في مطبخ. رامي بقى بيستخدم حاجتين، حاجة لتسخين الطعام وحاجة لتبريد الطعام، حاجة علشان نسخن الأكل وحاجة علشان نحافظ على الأكل بارد. فقال إيه رامي؟ قال I use. use يا بابا يعني يستخدم. I use. I use. أنا أستخدم. I use a stove. stove اللي هو الفرن. I use a stove. أنا أستخدم الفرن. تمام، بتستخدمه ليه يا رامي؟ بص بقى to heat up food. طبعا التيت مسحت كده والاتش بتاعت هيت كده. to heat up food. to heat up food. طبعا to يا حبيبي لما يجي وراها فعل، لما تقول to play to go to heat to run to see، to لما يجي وراها فعل بدون اضافات يبقى to معناها لكي، يبقى to دي معناها
لكي. يبقى هنا رامي بيقول I use، انا استخدم stove الفرن to لكي. لكي ايه بقى؟ ايه الغرض يا رامي من استخدامك للفرن؟ I use a stove to، انا استخدم الفرن لكي heat up. heat up يعني يسخن. كل الكلمات دي هناخدها في جزء الكلمات في الكتاب. heat up يسخن، انا بستخدم الفرن لكي اسخن food الطعام. I use a stove to heat up food. I use a stove، أنا أستخدم الفرن to heat up food، لكي أسخن الطعام. وبعد كده رامي قال I use، أنا أستخدم a fridge. fridge دي بقى اللي هي التلاجة. I use a fridge، أنا أستخدم التلاجة. I use a fridge. وبعد كده قال to، طبعا أنت خلاص عرفت to معناها لكي. تو لكي، بيستخدم التلاجة ليه بقى؟ لكي ايه؟ Why does Rami use a fridge؟ ليه رامي بيستخدم التلاجة؟ فرامي جاوب وقال I use a fridge، انا استخدم التلاجة تو لكي، وراها فعل في المصدر to keep food cold. يعني ايه يا بابا keep food cold؟ يحافظ على الطعام باردا او يبقي الطعام باردا، عشان احافظ على الاكل بارد عشان الاكل ما يبصش. يبقى I use a fridge، انا استخدم التلاجة to keep food cold. keep food cold، keep food cold موجودة في الكلمات. I use a fridge to keep food cold، ده كلام رامي. يبقى احنا هنفهم من هنا ان لما تيجي تتكلم عن اسمك بتقول my name is وتقول اسمك، تيجي تتكلم عن وظيفتك بتقول I am a كذا. طب انت بتشتغل ايه؟ انت بتشتغل طالب، فلما تيجي تتكلم على وظيفتك هتقول I am a student. I am a student، انا طالب. فهنا رامي قال I am a chef، انا طباخ. ونفهم برضو ونعرف برضو ان بعد to بيجي فعل في المصدر. to اللي هي لكي، بجيب وراها فعل بدون اضافات. شوف رامي قال to heat، ما قالش heats، ما قالش heating، قال heat بدون اضافات. تعال نرجع لكلام رامي كده، تعال نقراه كله مرة واحدة. My name is Rami. I'm a chef. I work in a kitchen. I use a stove to heat up food. I use a fridge to keep food cold. تعال بعد كده لبنت كمان هتتكلم على نفسها، اسمها دينا. فدينا لما جت تتكلم على نفسها قالت زي رامي كده My name is Dina. اسمي دينا. My name is Dina. My name is Dina. My name is دينا. وبعد كده دينا قالت وظيفتها، قالت I am a journalist. فاكر جورناليست؟ صحفي. I am a journalist، انا صحفية. بعد كده دينا بتقول هي بتعمل ايه في شغلها. طب انت يا دينا صحفية بتعملي ايه؟ I talk، انا اتحدث. طب ليه ما قلناش talks؟ ليه ما ضفناش اس للفعل؟ علشان الفعل يجي مع I. احنا بنضيف اس في اخر الفعل لما الفعل يجي مع he وشي وات والاسم المفرد اللي انا بسميهم ايه؟ لو شفت الفيديوهات اللي فاتت على طول هتقول لي اصحاب الاس. انا بسميهم اصحاب الاس، هي وشي وات والاسم المفرد. طيب الزمن اللي بنعمل فيه الكلام ده اسمه زمن ايه؟ زمن. في شطار على طول قالوا المضارع البسيط present simple، صح. هو ده زمن المضارع البسيط لما اجي اتكلم على حاجه عموما. دينا بتشتغل صحفيه ودينا بتتكلم مع الناس، يبقى ده كلام عموما استخدم في زمن المضارع البسيط. المضارع البسيط ده ان انا بضيف اس للفعل لما يجي مع اصحاب الاس، لكن الفعل يجي مع اي مش هضيف اس. علشان كده دينا قالت اي انا توك. توك ال سايلنت ما تنطقهاش. توك يعني يتحدث. توك تو اتحدث الى lots of people. يعني ايه lots of؟ كثير من people، الناس. انا بتكلم مع كثير من الناس. I talk to lots of people. بعد كده دينا قالت بتستخدم ايه في شغلها؟ I use، انا استخدم. بس دينا طبعا مش هتستخدم الستوف والفريج، الفرن والتلاجة، لا. دينا صحفية فقالت I use a computer. I use a computer، انا بستخدم الكمبيوتر. to اللي وراها فعل معناها لكي. to write لكي اكتب، انا بستخدم الكمبيوتر علشان اكتب. I use a computer to write. I use، انا استخدم a computer to write. انت كمان بتستخدم البن القلم، فممكن تقول I use a pen to write. I use a book، بستخدم الكتاب to
read لكي أقرأ. to وراها فعل في المصدر معناها لكي. تعال نقرأ كلام دينا تاني. My name is Dina. I'm a journalist. I talk to lots of people. I use a computer to write. أستخدم الكمبيوتر لكي أكتب. ده كلام رامي وكلام دينا. القطعة دي سهلة جدا. طيب بعد رامي اللي بيشتغل شيف ودينا اللي بتشتغل جورناليست عندي ماجدة. My name is Magda. My name is Magda. ماجدة بتتكلم وبتقول My name is Magda. اسمي ماجدة. طيب ماجدة انت بتشتغلي ايه؟ قالت I am a أنا أكون سيمستريس. سيمستريس 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 يعني خياطة. اسمها كده سيمستريس. I am a seamstress. سيمستريس أنا خياطة. I am a seamstress. I am a seamstress. بعد كده ماجدة بتتكلم على نفسها وعلى وظيفتها فبتقول I make أنا أصنع. طبعا ماجدة الخياطة بتصنع clothes ملابس. I make clothes. I make clothes. وطبعا انت عارف ليه ماجدة ما قالتش I makes؟ علشان الفعل make جه مع I، لكن لما انا وانت نيجي نتكلم عليها هنقول she makes، هنضيف s للفعل. المضارع البسيط بيقول لنا كده. ماجدة قالت I make انا اصنع clothes ملابس from من. انت بتعملي ملابس من ايه يا ماجدة؟ cotton fabric. يعني cotton fabric. cotton يعني قطني وfabric اللي هو القماش. cotton fabric القماش القطني. كل الكلمات دي اخدناها قبل كده. I make clothes انا اصنع ملابس from من. from حبيبي يعني من. cotton fabric القماش القطني. I use انا استخدم. كان رامي قال I use a stove بستخدم الفرن وقال فريج التلاجة. ودينا قالت I use a computer بستخدم الكمبيوتر. لكن هنا الخياطة ماجدة قالت I use a sewing machine. يعني ايه sewing machine؟ يعني مكنة خياطة. I use a sewing machine. الكلمة دي برضو هنشوفها في جزء الكلمات. sewing machine sewing machine sewing machine مكنة خياطة. I use a sewing machine. I use انا استخدم a sewing machine مكنة خياطة. to حفظنا خلاص to يعني لكي وبيجي وراها فعل بدون اضافات. to make clothes لكي اصنع ملابس. يبقى ده كلام ماجدة. تعال نقراه تاني. My name is Magda. I'm a seamstress. I make clothes from cotton fabric. I use a sewing machine to make clothes. أنا اسمي ماجدة. I'm a seamstress. أنا خياطة. I make clothes. أنا أصنع ملابس. From cotton fabric. من القماش القطني. I use a sewing machine. أنا بستخدم مكنة الخياطة to make clothes. لكي أصنع ملابس. ده كلام ماجدة. يبقى أنت دلوقتي دورك أنت أنك هتوقف الفيديو ومعاك الكتاب هتقرأ كلام رامي ودينا وماجدة وبعد كده تشغل الفيديو وتشوف إيه الجزء اللي جاي. دلوقتي بقى عايزك تبص معايا على الجمل اللي هقولها دي. اول جمله بتقول لك this is Sammy. انا بشاور على سامي وبقول this is Sammy. افهم من كده ان سامي قريب ولا بعيد؟ طالما استخدمت this يبقى سامي قريب. طبعا انت فاكر this وthat. لو كان سامي بعيد كنت قلت that is Sammy. المهم انا قلت this is Sammy. سامي او هذا سامي. He's a farmer. خلي بالك قلت على سامي he هو ولما قلت he استخدمت as. طبعا ما ينفعش استخدم am او are لان he بتاخد is. He's a farmer. He's هو يكون a farmer. وطبعا انت عارف انا ليه ما قلتش an farmer. اتكلمنا على او an. قلنا لو الكلمة بتبدأ بحرف ساكن هنقول a. اما لو الكلمة بتبدأ بحرف متحرك هنقول an. He's a farmer. هو يكون farmer مزارع او فلاح. بعد كده قلنا he خلي بالك بقى grows. grows يزرع. ضفنا s ما قلناش he grow لان اصحاب الاس هي وشي وات واي اسم مفرد. فقلنا هي grows هو يزرع wheat قمح. هي grows wheat هو يزرع قمح. يبقى احنا عرفنا ان الفارمر ده بيعمل ايه؟ بيزرع قمح. هي grows wheat. هي grows wheat ده كلام مضارع بسيط لان انا بتكلم عموما. هي grows wheat.
ولما جينا نتكلم بعد كده قلنا الشيف الطباخ زي رامي كده الشيف، ما قلناش يوز قلنا يوزس. طب ليه احنا ضفنا اس للفعل يوز مع ان احنا لما جينا نقرا رامي او كلام رامي ما ضفناش، لان كلام رامي كان اي يوز انا استخدم، كان يوز جمع اي، لكن هنا يوز الفعل يوز جمع الشيف اللي هو الاسم المفرد اصحاب الاس هي وشي وات واي اسم مفرد دول اصحاب الاس. لما اقول لك الشيف يبقى ده اسم مفرد، الشيف يوزس الطباخ يستخدم افريج التلاجة تو لكي وراها فعل في المصدر تو كيب فود كولد لكي يحافظ على الطعام باردا. الجملة دي بتقول امير از، امير از، از تيجي مع هي وشي وات واي اسم مفرد اصحاب الاس. امير از بيكر، بيكر خباز، امير از بيكر، امير يكون خباز. هي ما ينفعش نقول هي ميك، هي ميكس بنضيف للفعل اس مع هي، هي ميكس بريد، الخباز ده بيعمل او بيصنع خبز from the flour من الدقيق، وانت عارف الدقيق بيجي من الويت من القمح اللي سامي بيزرعه. الجملة اللي بعد كده بتقول لك تاليا works in a factory، factory يعني مصنع، factory 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 factory. المهم ان احنا قلنا تاليا works ضفنا اس للفعل work، عارف ليه؟ طبعا علشان تاليا اسم مفرد، الفعل لما يجي مع هي وشي وات والاسم المفرد اصحاب الاس بنضيف للفعل اس. تاليا works in a factory، تاليا تعمل في مصنع. She makes، she makes ضفنا اس للفعل، ضفنا اس للفعل ميك علشان الفعل يجي مع شي. She makes flour بتصنع flour دقيق from wheat من القمح. She makes a flour بتصنع دقيق from من wheat من القمح اللي سامي بيزرعه. طيب تعال نشوف الجمل اللي جاي. الجملة دي بتقولك ان مريم is a mother يعني مريم ام. She هي buys تشتري، شوف بنضيف دايما للفعل اس، الفعل باي يشتري ضفنا له اس علشان الفعل جه مع شي. She buys bread بتشتري خبز at the bakery من المخبز، يبقى سامي بيزرع القمح ومش عارف مين بتعمل الدقيق ومين بيجيب الدقيق ويعمله خبز، وبعد كده بتيجي مريم بتشتري الخبز على طول جاهز at the bakery من المخبز. الاماكن الصغيره بتاخد حرف الجر at، at the bakery من المخبز. مريم is a mother، مريم تكون ام. she buys هي تشتري bread الخبز بتجيبه جاهز بقى at the bakery من البيكري من المخبز. الجمله اللي جايه بتقول لك farmer سامي المزارع سامي او الفلاح سامي uses ليه ضفنا اس؟ ليه ما قلناش يوز يا مستر؟ علشان يوز الفعل يوز هنقوله كده يوز لما يجي مع اي وي ويو وذي واي اسم جمع، لكن الفعل يوز او اي فعل تاني في المضارع البسيط لما يجي مع اصحاب الاس هي وشي وات واي اسم مفرد بنضيف للفعل في اخره اس. طيب يا مستر هو الفعل هنا جه مع اصحاب الاس؟ تعال نشوف كده. فارمر سامي الفلاح سامي، مش ده مفرد؟ ده مفرد علشان كده ضفنا للفعل اس. فارمر سامي يوزس بيستخدم التراكتور، تراكتور اللي هو الجرار، بيستخدم التراكتور، تراكتور تراكتور الجرار. طب هو بيستخدم الجرار ها تو لكي طالما وراها فعل في المصدر تو كات، كات يعني يقطع او يحصد هنا بقى ويت القمح، لكي يحصد القمح to cut wheat cut wheat cut wheat يحصد القمح. farmer Sammy uses a tractor to cut wheat لكي يحصد القمح. تعال ننتقل دلوقتي لجزء الكتاب ونقرأ كلمات مهمة جدا 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 من الكتاب، وانت لازم تحفظ الكلمات دي وانت شطور وهتقدر تحفظها بسهولة ان شاء الله. تعال نقرأ الكلمات دي من الكتاب ونقرأ كم جملة خفيفة خالص تحت الكلمات، وبعد كده يا سيدي نقول لك الفيديو خلص. يلا بينا على جروب تليجرام. اول كلمه في الكلمات كمبيوتر، ودي بالانجليزي يعني كمبيوتر، كمبيوتر،
computer وماكينة الخياطة sewing machine sewing machine sewing machine والبوتاجاز اسمه stove 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 والفرن برضو اسمه stove والتلاجة fridge 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 خياطة يعني seamstress 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 ويصنع ملابس make clothes make clothes make clothes ومطبخ kitchen 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 ويسخن heat up heat up heat up نحافظ على الطعام keep food cold وبرضو نحافظ على الطعام باردا keep food cold keep food cold مصنع يعني factory 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 والجرار tractor 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 والقمح wheat 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 ويقطع cut 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 وأقصد بيها في درس النهاردة يحصد يستخدم أو يستعمل use 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 مطعم يعني restaurant 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 وقسم الشرطة police station police station police station تلميذ student 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 يدرس study 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 وعبر الانترنت يعني online 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 يكتب write 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 ويحب like 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 يصنع كراسي make chairs make chairs make chairs ترابيزة أو منضدة table 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 وخشب wood 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 وظيفة job 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 والكوبري bridge 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 يبيع لحمة يعني sell meat sell meat sell meat يصمم منازل design houses design houses design houses تعالى بقى قبل ما نختم نقرأ الست جمل الخفاف خالص دول أول جملة بتقول الشيف uses a stove to heat up الطباخ يستخدم الفرن لكي يسخن الشيف uses a fridge الطباخ يستخدم التلاجة to keep food cold لكي يبقي أو يحافظ على الطعام باردا الجورناليست الصحفي uses a computer بيستخدم الكمبيوتر to write لكي يكتب السيمستريس الخياطة uses تستخدم السيمينج ماشين ماكينة الخياطة to make clothes لكي تصنع ملابس a farmer uses a tractor الفلاح يستخدم الجرار to cut the wheat لكي يحصد القمح طبعا انت واخد بالك اننا ضفنا s للفعل use لان الفعل use جمع الاسم المفرد والاسم المفرد من اصحاب الاس ففي المضارع البسيط بنضيف للفعل في اخره s لما يجي مع he و she و at واي اسم مفرد واخد بالك برضو اننا قلنا to لكي وجبنا وراها فعل في المصدر الجملة الاخيرة بقى بتقولك she buys هي تشتري bread خبز at the bakery من المخبز واخد بالك ان bakery مكان صغير فخد حرف الجر at وبكده بقى نكون خلصنا الفيديو بس استنى استنى قبل ما تمشي في واجب هينزل دلوقتي على جروب التليجرام ياريت تشرفني في جروب التليجرام وتشوف الواجب ايه وتحله وتبعتولي علشان اتواصل معاك بنفسي وبرضو عاوز اقولك قبل ما نخلص كل سنة وانت طيب ورمضان كريم وجود باي مع السلامة